بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل ان شاء الله ايس كريم الفانيليا. عندنا كيس كريم شانتيه باودر اي نوع اللي هو بيبقى 45 جرام، وهنضيف عليه معلقه كبيره حليب باودر تكون مليانه، ونقلبهم كويس مع بعض. وهنضيف تلت كوبايه حليب مسلج، وهنضربهم كويس بالمضرب الكهرباء على سرعه متوسطه. وضربنا الكريمه حوالي 3 دقائق وهنخليها على جنب. وبعد كده عندنا 3 ابيض بيض هنحطهم في بوله تكون نظيفه جدا ومتنشفه كويس، وهنضيف رشة ملح صغيرة جدا تكون أقل من ربع معلقة، وهنضرب كويس بالمضرب الكهرباء لحد ما بياض البيض يتماسك وقوامه يعلى معانا. وخلاص كده بياض البيض عالي وابتدى يتماسك معانا، وهنضيف عليه نص معلقة صغيرة فانيليا وهنكمل الضرب. وخلاص ضربنا بياض البيض حوالي دقيقة كمان والفانيليا امتزجت بيه كويس. بعد كده عندنا طاسة على نار متوسطة هنحط فيها نص كوباية سكر، وهنضيف على السكر ربع كوباية مية. وأول ما السكر يتحول معانا الكراميل الأبيض بالشكل ده هنطفي النار على طول، وهنضيفه تدريجي على بياض البيض واحنا بنضرب، ونخلي بالنا ان هو بيبقى سخن جدا. وبعد ما هنضيف الكراميل الابيض بالشكل اللي احنا شفناه هنضرب الخليط دقيقتين او ثلاثة كمان. بعد كده هنضيف الكريمة اللي احنا عملناها في الاول، وهنكمل ضرب بالمضرب حوالي 5 دقايق كمان. وخلاص كده الخليط جاهز معانا وبيبقى قوامه سائل شوية بالشكل ده. بعد كده هنحطه في بولة وهنغطيه كويس وهندخله الفريزر على الأقل 12 ساعة. وخلاص كده الأيس كريم جمد معانا، وممكن ياخد معانا أكتر من 12 ساعة في الفريزر، ده بيبقى على حسب حرارة الجو ودرجة التجميد في الفريزر، فاحنا بنسيبه لحد ما يجمد خالص. وبعد كده هنبدأ ناخد منه بالشكل ده كده. وهنقدمه وهنحط على الوش شوكولاتة سايحة ومكسرات مجروشة. جربوه وإن شاء الله هيعجبكم جدا.